السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي وول. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس المبتدئه في مجال الريزن او مشروع الريزن. تابع معايا الفيديو ده للنهايه وحاول بقدر من الامكان انك ما تعديش في وقت الفيديو علشان تستفيد بكل معلومه بتتقال. طبعا السؤال الاشهر او السؤال المتكرر او السؤال اللي كل الناس بتدخل تسالني عليه، الفرق ما بين انواع الريزن وبعضها. طيب انا عايز اقول لك حاجه، هل حضرتك تعرف في كام نوع ريزن او يعني كام نوع ايبوكسي موجود في السوق، او موجود في السوق المصري، او موجود في السوق العربي، او موجود في العالم كله؟ طيب انا مثلا كواحد في مصر عندي ازيد من 10 15 من 20 شركه بتصنع الايبوكسي ريزن. كل شركه بتنتج مش يعني لا يقل عن 10 منتجات. يعني كل شركه بتصنع 10 منتجات من الايبوكسي ريزن، وكل شركه ليها منتجات محدده او مخصصه بيها. طيب انا كواحد مثلا هقول لك ان انا مش يوتيوبر بقى، انا كواحد بجرب. انا لما اجي اجرب، المفروض لو انا بعمل تجربه او بعمل حاجه يعني تتجه للفنانين او اقولها بمصداقيه، المفروض ان انا اشتري كل انواع الريزن دي واقارن ما بينهم. يعني انا علشان اقول لك افضل نوع ريزن موجود في السوق ايه، المفروض ان انا اجيب كل المنتجات اللي انت شايفها ديت وابدا اساسا ان انا اقارن ما بينهم. هقول لك زي ايه؟ زي الفود بلوجر كده. الفود بلوجر مثلا بيجيب له لو يكن مثلا عصير من كل الشركات، زي عصير مثلا عصير المانجا، فبيجيب كل انواع العصاير بتاعه المانجا اللي موجوده في السوق المصري كله، ويبدا ان هو يشرب بق من كل ايه، من كل كوبايه، وفي الاخر بيطلع منتج وحيد فقط اللي هو الحلو بالنسبه له هو، وممكن يكون وحش بالنسبه لناس تانية. اتمنى بس الاجابه تكون وصلت، اللي هو اساسا صعب ان انت تقارن ما بين انواع الريزن وبعضها. ليه؟ لان كل نوع له مواصفات فنيه خاصه بيه، ليه نسب خاصه بيه، ليه شغل خاص بيه. يعني ممكن تلاقي نوع انت بتقارنه، يعني انت بتقارن نوعين، واحد ينفع للشيالات وواحد ينفع للاكسسوارات، مقارنة غير عادلة بالمرة. ممكن تقارن ما بين واحد بيصنع شيالات وواحد بيصنع ترابيزات، برضو نفس الكلام. طيب انا لو هقارن، المفروض هقارن لك ما بين منتجين بيشتغلوا نفس الشغل او المواصفات الفنية بتاعتهم نفس الحاجة. فانا هنا لما تيجي تسألني عن افضل نوع ريزن، مفيش حاجة اسمها افضل نوع ريزن، لان كلمة افضل نوع مش هتكون عادلة. بخلاف ذلك انا عامل ان انت مبتدئ، وعامل ان انت مش عايز تضيع فلوسك على الارض او هباء كده، طب ما انا برضو بدور على افضل نوع، والمفروض ان انا اشتري افضل نوع اشتغل بيه وما تعبش نفسي. تابع معايا على الرقم بتاع الواتساب اللي موجود قدامك على الشاشة، تقدر انك تستشيرني في اي معلومة او اي سؤال، وانا هرشح لك المنتجات بدون مقارنات. تمام؟ طيب في برضو حاجة كمان، السؤال اللي انت بتدخل تسأله هو غير كامل بالمرة. يعني ايه؟ يعني انا عايز افضل نوع ريزن، لازم تكمل السؤال وتقول لي افضل نوع ريزن لايه؟ للترابيزات، للصواني والشيالات، للاكسسوارات، للطبلوهات، للساعات. لازم تكمل، يعني التكملة بتاعتك هي اللي بتحدد انت هتشتغل بنوع ايه، او هنرشح لحضرتك نوع ايه. طيب لو انت بتدور على الادوات وعلى الخامات فهي موجودة عندي، يعني لو انت بتدور فهي موجودة عندي، تقدر ان انت تشتريها اي وقت، مفيش اي مشكلة. لكن احنا مشكلتنا في ايه؟ ان انت عايزني مثلا في الكتالوج اللي انا حاطه، انا مثلا عارض 5 منتجات، انت عايزني اقارن لك ما بينهم، الموضوع هيكون صعب. يعني اقارن لك ما بين 5 منتجات وبعضهم، ان انا المفروض افتحهم واجربهم وهكذا. انا بالفعل جربتهم، بس انا ما ينفعش اقول لك المقارنات ما بينهم، لان 90% ما بينهم شبه بعض. تمام؟ ما هي الا شركات، ما هي الا منتجات، وكل واحد اساسا له نسب مختلفة عن التاني. اتمنى تكون المعلومة وصلت. لو انت مبتدئ وبتدور على افضل نوع ريزن، مفيش حاجة اسمها افضل نوع ريزن. لو انت بنفسك دخلت اي جروب ريزن وكتبت يا جماعة انا عايز افضل نوع ريزن، هتلاقي 90 او 99% من الكومنت اللي هتجيلك اساسا كلهم مختلفين، محدش هيتفق على نوع. كل واحد بيقول لك رأيه الشخصي فقط، كل واحد بيدخل يقول لك النوع اللي جربه ورأيه فيه فقط. طب هو جرب انواع تانية؟ لا. طب هل هو قارن؟
ما بين منتج اتنين تلاتة زي ما انا هقارن؟ لا، هو مش هيقارن، هو مش هيشتري انواع تانية، هو جرب نوع فهو بيقول لك تجربته الشخصية. فانا من خلال فيديو النهاردة مش عايز اضللك، اسأل قبل ما تشتري. وبرضو نفس المعلومة او نفس الكلام، صعب ان احنا نقارن ما بين انواع الريزن اللي موجودة في السوق وبعضها، لانها مختلفة النسب، مختلفة المواصفات الفنية، مختلفة الشغل اللي هتقوم بيه. تمام؟ تكملة للفيديو، في انواع بتنفع للاكسسوارات فقط، في انواع بتنفع للشيالات فقط، في انواع بتنفع للترابيزات فقط، في انواع بتنفع لكل حاجة. طيب، في سؤال متكرر برضو هنقوله برضو في نفس الفيديو ده علشان المعلومة تكون كاملة، هل في نوع ريزن ما بيصفرش؟ يعني يا محمود انا بدور على نوع ريزن شفاف لامع كويس يعمل الشغل بتاعي بس ما يصفرش. انت ممكن تدور على كل الانواع وهتلاقي فيها المواصفات الفنية دي كلها، بس برضو مش هتلاقي نوع ما بيصفرش. جميع انواع الريزن قابلة للاصفرار، يعني لو انت بتدور على نوع شفاف مش هتلاقي. يعني هو شفاف في الاول، يعني هو شفاف في الاول، لكن مع مرور الوقت بعد شهر اتنين تلاتة بعد السنة على حسب مواصفاته الفنية بقى او العوامل الخاصة دي، هو قابل للاصفرار او بيصفر. تعالى برضو تكملة لفيديو النهاردة اقول معلومة مهمة، او حد دخل قالها لي وانا لحد دلوقتي مش عارف اقول ايه بصراحة. نيجي لاخر جزء في الفيديو بتاع النهاردة، وده سؤال انا هسأله وانتوا يعني هسيب الفيديو ده انتوا تجاوبوا عليه، لان انا عارف الاجابة بس هنعملها في فيديو تاني. هل الريزن بيستخرج من الاشجار؟ هل الايبوكسي بيستخرج من الاشجار؟ انا هسيب السؤال ده موجود او مطروح في الفيديو بتاع النهاردة، وهعمل علامات استفهام وهسيبك انت اللي ترد، وهشوفك فهمت من الفيديوهات اللي فاتت او لا. والفكرة بتاعت النهاردة او السؤال بتاع النهاردة اللي موجود في اخر الفيديو ده هعمله فيديو لوحده ان شاء الله. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.